لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله جزء 38، ما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. عنوان حلقتنا شيخ الأزهر يتطاول على رسول الإسلام، وإحنا ما زلنا بنتكلم عن حديث رسول الإسلام لما سأل الجارية أين الله اللي جه في صحيح مسلم عن الرسول. ونشوف الفيديو اللي جاي مع أحد شيوخ الأشاعرة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، وهو بيقول لنا حديث الجارية، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. حديث الجارية هو حديث رواه مسلم، فيه أن صحابيا كان عنده جارية صكها في وجهها، ضربها في وجهها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما حصل، فقال له الرسول إيتي بها، هكذا الرواية. فجاء بها فقال لها الرسول في هذا الحديث أين الله؟ فقالت في السماء. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف بيقول إن حديث الجارية هو حديث في صحيح مسلم بيحكي قصة صحابي لطم جاريته على وشها، فندم الصحابي على اللي عمله مع الجارية وراح لرسول الإسلام، فالرسول قال له ائتي بها، فسألها الرسول أين الله؟ فقالت له في السماء. لكن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب دلس وحكى الحديث غلط، وشوفوا معايا قال إيه في الفيديو اللي جاي. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة. وأنا عاوزة أناقش كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشكل سريع علشان تعرفوا أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيعتبر أن معركة أين الله الحقيقية بين الرسول الإسلام نفسه. وزي ما شفتوا وشرحنا قبل كده ان شيخ الأزهر دلس لان الجارية ما راحتش علشان تسلم، لكن احنا هنتماشى مع كلامه وهنقول ان الجارية راحت للرسول عشان تسلم، لكن احنا هنحط شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب مكان الجارية اللي راحت لرسول الاسلام عشان تسلم. واحنا كمان هنتخيل ان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو اللي راح لرسول الإسلام عشان يسلم، فالرسول سأل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أين الله. خلينا نشوف رد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على الرسول في إيه الفيديو اللي جاي. لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا، أن تسألني أين يوجد، تقول لي هذا السؤال فعلا يصح حين يكون المسؤول عنه مما يأخذه المكان ويحيط به المكان ملموسا ملموسا محدودا محدودا. يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول للرسول أنت بتقول إيه؟ أنت يا رسول الله بتسأل سؤال مش منطقي، إزاي تسأل أين يوجد؟ ما تسألش السؤال ده لأنه لا يصح، لأن الله ما فيش مكان يحيط بيه، إزاي تسأل أسئلة مش منطقية يا رسول الله؟ ويا ريت أسئلة مش منطقية وبس، لأ دي كمان أسئلة معناها إن الله ملموس ومحدود. يعني كأن الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيتهم رسول الإسلام بأنه يقول إن لله جسم كأجسام مخلوقاته. ونشوف مع بعض هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. حين يكون المسؤول عنه مما يأخذه المكان ويحيط به المكان ملموسا محدودا محدودا. وزي ما شفتوا الشيخ الأزهر بيقول كلمة أين دي مما يأخذه المكان ويحيط به المكان ملموسا محدودا. وطالما رسول الإسلام سأل الجارية أين الله والجارية قالت في السماء والرسول قال اعتقها فإنها مؤمنة، فرسول الإسلام سأل بأين للمكان، يعني رسول الإسلام بيقول إن المكان بيحيط بالله وإن الله ملموسا محدودا. وهنشوف مع حضراتكم الفيديو مرة تانية وعاوزاكم تركزوا عليه المرة دي، لأن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هيكمل كلامه بسب مباشر رسول الإسلام. وطبعا شوف الأزهر الدكتور أحمد الطيب هيسب رسول الإسلام بشكل غير مباشر، لكن اللي هيربط كل الكلام اللي قاله شوف الأزهر الدكتور أحمد الطيب هيلاقيه إنه سب رسول الإسلام بشكل مباشر. وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا، أن تسألني أين يوجد، تقول لي هذا السؤال فعلا يصح حين يكون المسؤول عنه مما يأخذه المكان ويحيط به المكان ملموسا
ملموسا محدودا. محدودا. وبشكل سريع هفكركم باللي قلناه عن الكلام اللي قاله قبل شوية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن رسول الإسلام لما سأل الجارية أين الله بشكل مباشر يقصد إن الرسول عاوز يدخل الله في كل شيء، وإن السؤال ده مش منطقي. وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يقصد إن رسول الإسلام بيسأل أسئلة مش منطقية، أو إن الرسول بيهزي، وإن رسول الإسلام كأنه مخطئ وما يصحش إنه يسأل أسئلة زي دي. والسبب حسب كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن رسول الإسلام عنده خلل في العقيدة بذات الله، لأنه بيعتقد أن الله يحيط به المكان وإنه ملموسا محدودا. هنشوف مع حضراتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيواصل تطاوله على رسول الإسلام، والمرة دي هيسب الرسول بشكل مباشر، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. عندما تسألني عن موجود فوق المكان تسألني عنه أين مكانه، هذا التناقض في السؤال أصلا. وزي ما شفتوا حضراتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول لرسول الإسلام أنت بتقول إيه؟ أنت إزاي تسأل الجارية أين الله؟ أنت ما تعرفش إن الله فوق المكان، فإزاي تتجرأ يا رسول الله وتسأل أين مكان الله؟ هذا تناقض، أنت رسول متناقض. وقبل شوية قلنا إنك غير منطقي، واكتشفنا إنك مش منطقي وبس، ده أنت متناقض برضو، لأنك بتسأل سؤال متناقض، ومش متناقض وبس، لأ ده سؤال أي إنسان عاقل وبيفهم يعرف إنه سؤال متناقض. وشوفوا معايا الفيديو مرة كمان. عندما تسألني عن موجود فوق المكان تسألني عنه أين مكانه، هذا التناقض في السؤال أصلا. وطبعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقصد إن رسول الإسلام متناقض، وده معناه برضو إنه متناقض مع القرآن، وكلمة متناقض معناها إن رسول الإسلام بيقول كلام عكس بعضه، يعني الرسول في ذاته شخصية متناقضة وبيقول عقيدة وعكسها وكلامه عكس القرآن. يا مسلمين يا الأشاعرة، يعني بالذات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إمام أكبر مؤسسة دينية إسلامية في العالم الإسلامي، بيتهم الرسول إنه متناقض في كلامه وعنده خلل في عقله وعقيدته، وبيقول بشكل واضح وصريح إن رسول الإسلام مش بيفهم أي حاجة في العقيدة اللي المفروض إنه جه علشان ينشرها بين الناس. شوفوا معايا الشيخ صالح الفوزان في الفيديو اللي جاي هيقول إيه. لا يجوز السؤال عن الله بأين، لأن أين يسأل بها عن المكان، فما صحة هذا؟ يعني الرسول والعياذ بالله، الرسول حينما قال للجارية أين الله يكون الرسول ضال، أسأل الله العافية. الرسول قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله. يعني الرسول والعياذ بالله حينما قال للجارية أين الله يكون الرسول ضال، نسأل الله العافية. الرسول قال لها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل قال أين الله. يا شيخ الأزهر، يا شيخ الأزهر اتق الله، أنت إمام أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي، الرسول الإسلام ضال على رأي الشيخ الفوزان، وحضرتك اكتشفت ضلاله وجاء على التلفزيون بتصحح للرسول عقيدته، وكمان بتتهم رسول الإسلام في كلامه وعقله وعقيدته. مين المتناقض يا شيخ الأزهر؟ اللي كلامه واضح قدامه سؤال عبارة عن كلمتين أين الله، وحضرتك عمال تلف وتدور وعايز تأول الكلمتين دول لكلام كتير علشان تنفيه، فمش عارف، وعمال نازل تقطيع في الرسول وفي كلامه وفي عقيدته وفي عقله. اتق الله يا شيخ الأزهر. أعزائي المشاهدين، عاوزاكم تتابعوا الحلقة الجاية عشان نكمل مواجهة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لرسول الإسلام في سؤاله أين الله، ولسه في مزيد من المفاجآت، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.